خلينا نبدأ في المنتزه، كان في كلام كتير من الناس يقولوا يعني انتوا هتعملوا ايه؟ وفي ناس كانت طبعا موجوده وزعلت، قالت احنا يعني موجودين بقى لنا سنين وانتوا هتحرمونا يعني. لا احنا مش هنحرم حد ابدا. المنتزه دي مفتوحه لكل الناس. لكل الناس بس متاحه للكل. ما فيش حد بقى هيبقى ايه؟ من اول انا. ما فيش حد ليه حاجة ايه مش بتاعته. هي لو بتاعته انا مش هقدر اتنازل في الملكية كامل. انا بتكلم ده كانت حاجات، ده نظام يعني الشلات اللي كانت موجودة وكلام من هذا القبيل. انا النهاردة كنت انت بتستخدمها اسبوع اسبوعين ثلاثة في السنة وخلاص. دلوقتي مفتوحة للكل. وبعدين يعني في كلام ما اتقالش هنا، احنا تقريبا رحنا لقينا كل حاجة خلصت يعني. يعني القصر السلاملك ده كان هينهار، فنرجع كل حاجه زي ما كانت. ده تاريخنا ده مش كده. انا بس بفكر الناس لما شافت ده واحنا بنتحرك، هاتوا يعني. كنت بتمنى واحنا بنعرض كل الكلام دوت يجيب اللي اتقال في مداخلات تلفزيونيه او في مواقع التواصل على التعليق على الموضوع. حط ده بالصورة القديمة اللي كانت موجودة وحط ده باللي احنا بنعمله. عمرنا ما ان شاء الله ما هنعمل حاجة ايه؟ كل خير يعني. يعني مش هنعمل حاجة الا خير. ما فيش حاجة يعني انتنادوس اتفرجوا عليها لما نخلصها. لا. طب لمين؟ الناس اللي موجودة في اسكندرية ما تشوفش كل مش بس في اسكندرية، في مصر كلها. انتوا مستغربين يعني انت يعني ليه حريص على الحاجات دي؟ عشان اخلي نرجع للحسن اللي احنا كنا فيه. مش كانت الكلام ده لما بنيجي نشوف حاجه من 100 سنه وحاجه من 80 سنه؟ يعني حتى المحطه اسكندريه ومحطه مصر بيقول لك دي من 100 سنه. طب لما تبقى معانا احنا يا دكتور مصطفى تبقى شكلها ايه؟ ترجع تاني يعني. مش ان ما كناش نضيف عليها، طب نرجعها بس نحافظ عليها يعني. فارجو بس ان احنا نبقى منتبهين ان اي حاجه بندخل فيها يعني بنعمل حاجه حلوه قوي والله. بنعمل حاجه حلوه قوي. انتوا مالكم خايفين كده ليه؟ بنعمل حاجه حلوه قوي. مش انا ما اعرفش لاي كلام ده. ما اعرفش لاي كلام ده اللي احنا باين علينا تعودنا عليه. الناس في مصر تعودت على الاي كلام. اي حاجه. نعيش في أي حاجة، نمشي في أي حاجة. لا لا. النهاردة كان افتتاح محور المشير أبو زكري، فؤاد أبو زكري اليوم. عايز أقول لحضراتكم، ناس كانت موجودة بدري قوي، 6 صباحاً،